تمام. وبالتالي بما اننا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي يا كابتن، عندنا بكره مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي. انا عارف ان حضرتك مش فاضي، الوقت بالنسبه لك بيبقى ضيق جدا عشان خصوصا الاسبوع ده، ولكن في النهايه بشكل عام الاسماء اللي حضرتك منتخب الاولمبي، رمضان صبحي، عمار، الناحيه الثانيه في مصطفى محمد، طبعا راس حربه نادي الزمالك، اكرم توفيق، اسامه جلال، عمر صلاح، محمد صبحي حارس المرمى، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، وكريم العراقي الحقيقه اللي بيثبت جداره في المباراه الاولى، والناحيه الثانيه احمد فتوح الباك الشمال. الاسماء دي بالنسبه لحضرتك شايفها تستطيع ان هي بقياده طبعا رمضان صبحي تستطيع ان هي تصل الى الاولمبياد؟ احنا عندنا مباراه صعبه ومهمه، وغانا تعادلت في المباراه الاولى مع الكاميرون. في المرحلة السنية دي بالنسبة أيوة. للبطولات الأفريقية، أنت بتلعب مع فريق أولمبي، أنت متقيد بأعمارك. مظبوط. إحنا كمدربين من خلال خبراتنا من سنوات طويلة في البطولات الأفريقية والمنافسات الأفريقية، كل لاعب أفريقي تحت السن أوفر 4 سنين على الأقل. أيوة. أوفر أكبر منك بأربع سنين على الأقل. على الأقل. على الأقل. وبالتالي هو بدنيا استوى، مهاريا خد خبرات، مجموعه منهم بقى ده الجديد واللي فيه الصعوبه، انه في مجموعه منهم بدات تحترف في اوروبا في سن صغيره. الاول انت كقطاعات ناشئين كنت قبل ما افريقيا تنفتح على اوروبا كنت انت لك الافضليه. ليه؟ لانه عندك الامكانيات، عندك الخبرات، عندك الـ 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 الخامات الجيده، عندك الملاعب الجيده، عندك دوري. فبالتالي كان لك افضليه. دلوقتي انت بتلاعب فرق عندها امكانيات بدنيه اكتر، عندها خبرات اكتر، عندها مستويات تعاقديه افضل من اللي عندك. انت كل اللي عندك محترف في الداخل. ايوه. مفيش عندك لعيب اولمبي محترف في الخارج، انت جبته استفدت بيه. وبالتالي هنا تجد الصعوبه. فمش عايز الناس تقلق من عمليه انه مستوى المنتخب الاولمبي احنا بنلاعب مالي ولا بنلعب. يا جماعه يعني الكوره في افريقيا اتغيرت، اصبح في هناك صعوبات بالنسبه للمقابلات المباشره مع هذه الفرق. وبالتالي انا بعتبر الخطوه الاولى جيده، 3 نقاط جيده بغض النظر عن الاداء المهتز اللي هو ما اقنعش الناس، ولكن دايما البدايات بيكون فيها هذه الامور. لكن المباراه ممكن يكون او اتوقع يكون في تحسن في مستوى المنتخب الاولمبي، لكن هيكون في صعوبه امام الفريق المنافس. وبالتالي فمحتاجه تركيز كبير جدا. كابتن شوقي غريب مش محتاجه اندفاع هجومي بشكل مبالغ فيه، لكن مش محتاجه كمان خوف مبالغ فيه زي ما حصل في الشوط الثاني في مباراه مالي. لابد ان يكون في جراه او يكون في وجه اخر للكره. يعني احنا عيب الكره المصريه ان عندها وجه واحد، الوجه الدفاعي، لغايه لما اجيب الجول الوجه الدفاعي او الوجه الدفاعي. تمام. دايما بنلعب في نص ملعبنا، نادر لما بنروح النص الثاني، فيما عدا يعني الجيل اللي حقق لنا البطولات مع كابتن حسن شحاته 6 8 10، وحتى في هذا الجيل كان في برضه يعني في وجه دفاعي ولكن مقبول، لان كان عندك عناصر عندها الجراه انها تروح. احنا عايزين نشوف الجراه دي. يعني هي الكره كابتن اسلام في كل العالم شقين، معاك الكره انت بتهاجم، معاكش الكره بتدافع. ما ينفعش ان معايا كره وادافع يبقى دي مش كوره. يعني ده خوف، ده جبن، ده تسميه اي حاجه تاني. يعني انت لما انت تكون عندك هذه الفلسفه ما تلعبش. أيوة. ما تشتركش. لما انت مش عايز تهاجم ما تشتركش، ما بتحط نفسك يعني في مواقف صعبه. فلابد ان الفكر ده يتطور. على فكره احنا عانينا زمان، يعني او انا شخصيا عانيت في فتره من 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 هذا التحجر الدفاعي في عقول اللاعبين. والغلط مش من اللعيبه، الغلط من المدربين. لانك المدرب هو اللي بيزرع ده، هو اللي بيعلم ده، هو اللي بيدي التعليمات دي بالنسبه للاعيبه. فلما اللعيب يتعود على اداء دفاعي مستمر خلاص مع القوي ومع الضعيف بيبقى ده طبع لعب، ده سيستم. انا احكي لك يعني بالمناسبه، يعني احنا هنطلع بعيد، انا في ماتش من الماتشات بنلعب مثلا مع اوغندا، في اوغندا، ف طبع انا انه بحب الكره دي في منتخب مصر. بحب الكره الهجوميه. يعني احب الفرقه بتاعتي، يعني احب العب وفق الفلسفه الكرويه.
معاك الكوره بتهاجم معاكش بتدافع. ايوه فدي كانت التعليمات ودي كانت التدريبات. اتفاجئت انه في هذه المباراه انه الفريق بيبني الهجمه صح وبوصل لغايه منطقه 18 وبتتاح الفرصه للجرأه للتسجيل، الاقي الامر انقلب الى استحواذ ثم عوده للاحتفاظ ثم عوده لاضاعه الوقت طالما ان المباراه فيها التعادل. بعد المباراه فاللاعبين انتهت بالتعادل فبيهنوني وبيهنوا بعض، فكنت انا زعلان جدا. فبيقولوا يا كابتن يعني الحمد لله يعني احنا يعني تعادلنا. قلت لهم طب الحمد لله ليه ما اكسبش؟ الحمد لله يبقى الحمد لله قوي يعني ان انا اكسب، جات لنا فرص عشان ان احنا نكسب، ما بنكسبش ليه؟ ناقص الجرأه بس. الاجابه كانت يا كابتن احنا بقالنا سنين متعودين على كده. متعوده عارف؟ متعوده دايما عشان عشان تخرج من المتعوده دي محتاج وقت انك انت تمرن وانك انت تحط افكار في عقول اللاعبين بالاضافه الى القنوات اللي لابد انها تكون موجوده، اتصال مع مدربين الفرق في الانديه. انه لا يا جماعه لابد ان احنا نطور، لابد ان احنا نهاجم، لابد ان احنا نعلم اللعيبه الجرأه شويه. بدون هذه الافكار هنرجع تاني نلعب بنفس الطريقه بنفس السيستم اللي كان في كاس العالم اللي فات واللي كان في البطوله الافريقيه اللي فاتت، وما نتغرش ونحسبها صح. احنا وصلنا نهائي باداء دفاعي، ما كناش بنهاجم، كنا بنكسب طول قبل السابقه. كنا بنكسب يعني بخطه شد حيلكم يا رجاله، يعني ما ينفعش الكره خلاص ما عادش بتدار بهذه المفاهيم. لابد من التطوير.